السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين ومتتبعي قناة مغارب نيوز، أنتم على المباشر وفي حوار نتمنى ويكون شيق ويكون فيه بعض الإثارة والإفادة للناس اللي كيسولوا على الأحوال ديال المغاربة، بالأخص الطلبة اللي كيتواجدوا في أوكرانيا. أوكرانيا اللي كتعرف حاليا واحد الحرب طاحنة، حرب فيها القصف، فيها قتل، فيها تدمير، فيها عدد ديال الامور لا انسانيه. حتى واحد فينا ما كيبغي الحرب، الله ينجينا وينجي الجميع من الحرب. لكن احنا عندنا واحد الحاله اليوم ديال واحد جوج كوبل رزقهم الله واحد الوليد تقريبا عنده شي عام وشي حاجه، ياك هاد الناس هادو كانوا كيعيشوا في اوكرانيا. سي عبد الفتاح هذه مده باش دخل من اوكرانيا باش كيوجد واحد الامتحانات كيديرهم هنا تابعين للمعهد العالي ديال التعليم هنا في المغرب، باش كيوجد كيزيد ينمي ويطور من 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 الدبلومات ديالو باش يقدر يشتغل في المغرب كطبيب الاسنان. لكن وهو هنا كانت الزوجه ديالو حتى هي طالبه وكتقرا في اوكرانيا، وبالضبط كتقرا في البلاصة اللي هي شاعلة فيها العافية. الزوجة ديالو سكينة كتقرا السنة الرابعة صيدلة، يعني باقي لها سنة أخرى. شاءت الأقدار على أنها تحصل في هاد الحرب هذه، ولكن من اللي خرج القرار ديال الحكومة المغربية على ان جميع الرعايا ديال المغاربه اللي كاينين في اوكرانيا خصهم يدخلوا في حالهم، لان الحرب غادا تبدا لا محاله فيها. غادي نخليو الحيثيات ديال الموضوع وغنخليو النقاش في الموضوع والحوار حتى نطرقوا ليه مع الكوبل ديالنا اللي كنقولوا الحمد لله على انهم استطاعوا يدخلوا لبلاد الام، الحضن ديال الام، في سلام وامان. غادي نبداو مع السي فتاح ويقدم لنا الصفه والمهنه ديالو حاليا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بالفتاح مايزي، نقولوا شيرجيان دونتيست، طبيب اسنان. كندوز ليكيفالونس ديالي دابا في لا كليه الحسن الثاني الدار البيضاء. شغنقول لك دابا كنشكر المتابعين ديالنا ديال صحيفه مغارب نيوز، الاهتمام ديالها بالطلبه اللي جاوا من اوكرانيا. اما بالنسبه للموضوع اللي كندوي فيه دابا، يعني بالنسبه لي انا دوزت واحد السنوات في روسيا ودوزت واحد السنوات في اوكرانيا. تكتي في روسيا واوكرانيا بجوج. دوزت 4 سنين في روسيا، ومن بعد فين تعرفت على الزوجه ديالي وتزوجنا، مع صعوبه الانتقال من الجامعه للجامعه تما شفنا اوكرانيا ومشينا دفعنا عليها وتقبلنا وعشنا فيها عامين. وراكيلا يمكن في الوقت اللي كنتو نتوما في روسيا راه كانت انا في الوقيته اللي في بغيت نمشي، انا اول مره نكمل دراستي بعد ما ساليت الدبلوم ديالي الاول في كازا، بغيت ندفع لاوكرانيا. ديك الساعه كانت نايضه بين روسيا واوكرانيا، هي فين داو ديك المنطقه ديال لوهانسك وجزيره القرم داوها ليهم، وبقات ديما المناوشات على الحدود في ذاك المنطقه. خليوها هنا، خليوها عند المناوشات حتى نرجعوا للمناوشات وظروف المناوشات. نشوفوا الزوجه ديالك لاله سكينه. لاله سكينه مرحبا بك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاسم ديالي سكينه ميزاغ، طالبه في اوكرانيا، سنه رابعه صيدله. كنشكر المتتبعين ديال القناه ديالكم. كنبغي نقول لكم الحمد لله وشكر لله اللي جيت في واحد الوقت مناسب جدا، بالحكم انني عندي وليد، فكون بقيت حتى تسدوا المطارات وكان خاصني نخرج للحدود كانت غتكون صعيبه بزاف بالنسبه ليا، بالاخص عندي طفل صغير عنده عام و8 شهور. فصعيب بزاف فريمون، يعني ما يمكنش كنت غادي نقدر نستسلم كاع على انني نوض ونخرج ونضرب مئات الكيلومترات على رجلي باش نخرج للحدود ونتقاتل مع الناس. فالحمد لله وشكر لله انني جيت في وقت مناسب. كنت غنتكرفس بزاف ولكن نحمد الله ونشكره بالفضل ديال الزوج ديالي اللي عاوني حتى قطعت البيه ديالي باش جيت. سي فري كو كان غالي، ولكن الحمد لله ماشي مشكل. هادشي نقدر نقول لك. دابا نرجعوا لعند سي عبد الفتاح باش يحكي لينا كيفاش ملي صدر القرار
كيفاش تقبلتي ذاك القرار وشنو هما الاجراءات اللي درتي؟ ما غاديش نقولوا استباقيه لان كانت يعني غير مده وجيزه يعني اربع ايام خمس ايام على ما كنظن وقيله ونشبات الحرب. شنو هي الاجراءات اللي درتي ملي شفتي القرار ديال الحكومه المغربيه برجوع او لعوده الرعايا المغاربة المتواجدين بأوكرانيا؟ أنا بالنسبة لي كنت يعني كنت عارف كاين مناوشات في الحدود ديال ديك المنطقة اللي ساكنة فيها هي وخا بعيدة بواحد منطقة سميتها لوهانسك. لوهانسك تابعة تابعة لديك روسيا هي هي واحد الجزء من مدينة لوهانسك اللي تابع روسيا. أما البقية مشادة أوكرانيا هي اللي فيها دابا التطاحن بزاف. هي هي هذيك المنطقة أصلا دابا ولات منطقة عندها مستقلة بالنسبة لروسيا. أنا قبل يخرج البلاغ كنا عارفين كاينين مناوشات وقريبة أنها غادي تنوض، حيت حنا كنا كنسولو وكنا كنقول لها سولي واش كاينة شي حاجة واش غاتجي في حالاتك، فهمت؟ هي أصلا كانت ناوية تجي في حالاتها، أنا ما غاديش تبقى تما واحد يعني كانت القراية عندها أونلاين، كانت معول غاتجي في حالاتها في راس العام. ما كانش كتقرا حضوري. هي أونلاين، ديك المدينة أصلا كانت مع كورونا وكانت فيها كورونا في ديك المدينة كانت بزاف. بزاف. فهمتي؟ داروها حضوري. أغلبية ديال المدن الأخرين اللي كانوا القراية فيهم حضوري. كانت بغات تجي، خرج البلاغ، خرج بالسبت. خرج بالسبت هنا دوات معايا مع داك 11 12 كنقلب باغ انترنيت في ليفول، قلت كنقول ليها زعما واش ضروري نقطعوا دابا قرار سير بلاص؟ لا صح تقطع، ما عندك ما عندك كيدير. كنقلبوا باش نقطعوا. عندكم شويه صداع انت وياها ممكن؟ واش خفتي على ولدك ولا خفتي عليها هي ولدك؟ وهي كيقول هي كيقول مثل الشواري ما كيتفرقش. لا على ولدي كي غندير نجيب ولا ما جابتوش هي. قلت لك بقيت كنقلب باش نقطع عليها، كنقلب في ليفول. في الاول كانوا في ليفول متناول، يعني كتسمع 400 دولار 500 دولار بهم بجوج. حتى الدري راه عنده لاجي اقل من عامين، يعني ما كيكون ما كيخلص. لا في بعض ليفول كيخلص وكاين تما قليل، فهمتي؟ عندك بعض واحد الشركات اللي كيكونوا فوق عامين لك عندك تخلص. المهم كنا كنقلبوا ليفول، كنبغي نقطع كنلقى بروبليم في السيستم ديال البنك، كيعطيك واحد الديبي ما خصكش تفوتو. كتبغي تزيدو كيقول لك تسنى دو جوغ. يعني اتصلت بدراري صحابي لاصون ديال الفلوس ما خصهاش تخرج. اتصلت لان الظرفيه وكذا ما المهم اتصلت بدراري صحابي عطوني لي كارت ديالهم، لقيت فيها نفس البروبليم. حتى هي نفس المشكل. انت كنتي كتسحب غير عند دابا المشكل ما بقاش في الفلوس، هاي الفلوس كاينه بغات تقطع. خرج كندور بجي بي اس على جونس طاكسي كيدور بيا انا، كلهم سادين قال لي سادين. وصلت ديك السبعه ديال العشيه وبقيت مضارب مع نقطع اونلاين نقطع اونلاين ما دارش ليا والو. صافي قلت لها راه الصباح غنفيق الصباح بكري، هذيك فقت مع السبعه شديت تران كازا بور، بقيت كنقلف في لاجونس الكلين تما في هما اللي تما فين معروفه ما كاين والو وكل شيء ساد. كنسول كيقول لي راه ما كيحلوش لحد، يعني عارفين بنادم راه خرج القرار نورمالمون خصهم يحلوا اليوم راه بالنسبه لي قرار فجائي. انا بالنسبه لي بالنسبه لذاك الشركه هذه هي المناسبه انهم فيني قرار فجائي ما عندهمش قرار واحد بقى عندي حل واحد هو المطار. جيتي للمطار حيت بالنسبه لي انا كنت ما في نمشي ونجي ونمشي ونجي ونمشي ونجي عارف انه كنت ما باش تقطع ولا باش غادي محلين 24 ساعه ل 24 ساعه كاينين. مزيان ملي فكرتي فيها مشيت للمطار قطعت المطار. المهم في الصعوبه ما خلاونيش ندخل حيت ما عندي لا بيي لا حتى حاجه. المهم دويت مع الامن اللي خدامين تما تساعدوا معايا، قالوا لي صافي دخل. دخلت قلت بزاف ديال الشركات على شي واحد اللي يكون شويه رخيص وما يكونش فيه لي سكال بزاف، حيت عندها دري صغير يعني باش كيلقى فول فيه مثلا لا فول فيه 16 ساعه ودري صغير ملي غيجيب الماكله ديالو خاصك تبدل ليه، خاصو ينعس، خاصها فول ما يفوش فيه ساعتين كاع ماكسيموم. كاين معاناه كاين معاناه. لا حتى المدينه فين ساكنه راه خاصها 15 ساعه في التران. في التران باش وصلي للمطار في كييف. 15 ساعه حتى انا انا اللي راجل وبالباكاج ديالي وسميتو كنوصل مهدود عيان مسخسخ. واخا نسولها هي على هذه المساله هذه ونعاودو نرجعو لك انت. لالا سكينه من المنطقه اللي انت فيها حتى الكييف باش تركبي احكي لينا علاش. واخا مرحبا. دونك انايا فاش قطعت مشيت في الوقت ديالي مشيت بالليل الحمد لله اللي كان الليل يعني اش من الوقت
تسعود تقريبا ديال الليل يخرج مع تسعود ديال الليل في ديك المدينه باش يصبح في كييف. اوغوزمون لي بالليل يعني الحمد لله كيمشي ديال البابي ناعس كيكونوا ليلي وهداك الشيء الحمد لله مشى ناعس وفي الصباح وصلنا يعني هو ضروري شويه تكرفيس لابوسيت وهذا لافاليز وساك الاوراق ضروري من التكرفيس الحمد لله عادي يعني ماشي مشكل. في كييف عاوتاني في كييف عاوتاني اوغوزمون الحمد لله ورضات الوالدين وربي كبير كاينين صحاباتي تما مشيت عندهم خليت عندهم ولدي باش نمشي للسفاره حيت كان عندي مشكل في الباسبور ديالي كنت دافعاه باش نعاودو حيت راك عارف بلي الا بغيت ندير اسكال في بعض الدول خاص الباسبور ديالي تكون 6 mois valable 6 شهور فهمتي قبل 6 شهور ما كاين شي دول ما يقبلوكش و حتى في تبغي تقطع في بعض في بعض ليسيت بعض ليسيت كيقول لك طابي التاريخ ديال انت فيك طابي وكيلقاوه 3 شهور ما كيبغيش يدوزوه لك ولقيت هذا المشكل انايا واخا مشيت للسفاره مشيت للسفاره باش ناخذ ان لي سي باسي قالوا لي واش قطعتي قلت لهم هذيك الساعه يلا كنت مقطعه وريتهم البيه ديالي قالوا لي صافي اير فرانس اصلا الا مشيتي على فرنسا ما يطلبوش لك لا لي سي باسي لا والو واخا يكون الباسبور ديالك يعني واخا قل من 6 mois تقدري تدوزي والحمد لله هادشي اللي كان وصافي رجعت خديت ولدي ومشيت بحال هادشي الحمد لله رجعتي فحالك للمغرب سيفتاه كنا كنتناقش انا وياك في الكواليس قلتي لي على ان هاد المناوشات وهاد الصداع اللي قائم ما بين اوكرانيا وما بين بعض المتطرفين في الحدود وبعض الميليشيات ومع دوله روسيا هادشي هذا ماشي وليد العهد ماشي حديث هادشي هذا هادشي راكم نتوما متوقعين وعارفين اللي انكم نتوما كنتو عايشين تما تبارك الله دوزتي مده طويله انت ما بين روسيا واوكرانيا يعني جمعتي معلومات تما ممكن تحدثنا واحد شويه في عجاله. نقدر نقول لك مني في كنت في في كنت في في روسيا كانت المناوشات كانوا سالاو على اساس ان روسيا دات ديك المنطقه ديال لوهانسك ودات الجزر القرم فين تبدل الرئيس ديال اوكرانيا رجعوا المناوشات حيت باغي يرجع باغي يرجع داك هذاك بقات مناوشات في العسكر حنا كنا متبعينه في الاخبار كيمشي تمايا وكيلبس حتى هو البدله ديال العسكر ديالو يعني هادشي ماشي جديد عليه هو ديما كيدير جديد وكيمشي تما وكيشوف العسكر وكان حتى الصحف اللي سميتو هو كيدير اتفاقيات مع اوروبا باغي يدخل الاتحاد الاوروبي وحزب الناتو انا في كان زاد عندي الدري كانت المراه عندي كتقول لي راه الا دخلوا لاوروبا راه غادي الدري غياخذ باسبور يعني بحال المهم ديال الاتحاد الاوروبي يدخل فيما بغى قلت ليها هذا الشيء اللي عمره ما غيكون لا عمره ما غيكون حيت حنا ملي كتقرا ليستواغ كتشوف ان الاخوه الثلاث اللي معروفين من شحال هادي هما اوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا ديما مهز روسيا وبيلاروسيا هما الدرع ديال روسيا في من بالنسبه لحلف الناتو يعني واحد المساحه راه حامينو باش يوصلوا لهما لروسيا فوارسو هما ما باش يدخلوا باش يدخل هو يعني غادي تحط لا باز ديال الميريكان يعني انت راه حطيت لا جيتي حطيتي لا باز ديالك كانت يعني معروف قائم هذا الصداع معروف غادي يوقع يوقع نهار يبغي يدخل الاتحاد الاوروبي روسيا راه ما غاديش تخليه غادير ليه بزاف ديال العرائق ونهار هو اصر صافي وطر انه هو كيقول لك دابا ما عنديش مشكل مع الشعب انا باغي نحيد الرئيس وصافي وندير الرئيس ديالي ونرجع كيف ما بغات داخل ليها باي شكل كان هو غيدخل ليها غيدخل ليها الا 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 بقات اوكرانيا بوحدها راه غيدخل ليها غيدخل ليها واخا نشوفوا مع سكينه وغادي نسولوها على كانوا معكم جيران مغاربه طلبه كتعرفيهم كذا كيفاش خليتي الاحوال ديالهم المهم اغلبيه ديال صحاباتي والناس اللي كنعرف بقاو بالحكم لان الجامعات ديالهم قالوا لهم ممنوع تمشيو الا هبطتوا للمغرب غادي يطردوكم من الجامعات غادي تطردوا من القرايه فاضطروا انهم كيشوفوا الوزاره ديال السفاره المغربيه كتقول لهم جيو في حالاتكم راه غادي ينوض شي مشكل وما بين الجامعه اللي كتقول لهم لا الا مشيتوا غادي نطردوكم فاضطروا يبقاو
مبغاوش يفرطوا في قرايتهم، سي نورمال الناس واصلين 5 اني 6 اني 4 اني ميمكنش يضيعوا هاد السنين كامله باش يرجعوا. قالوا راه صافي غادي يكون داكشي عادي، حيت شحال من مره كيقولوا لينا في الاعلام الاوكراني بلي راه غادي تنهض الحرب وهذا وهذا وما كيكون والو. فهاد المره قالوا راه واقيلا غتكون بحال جميع المرات ديالنا حنا هنا ما بين الجزائر ايفيكتيفمون بالضبط نفس الشيء. حرب اعلاميه الله يرضي عليك اكزاكتومون بصح. فهادشي اللي قالوا هاد الطلبه الاصدقاء ديالي اللي بقاو تما واضطروا انهم يبقاو، اون فوا جيت انا كانوا تسدوا المطارات حصلوا صافي. ديك الساعه الجامعات قالوا لهم لقيتوا الطريق صافي غير سيروا لان ما بغيناش نشدوكم على صافي تلقاهم. قالوا لهم دابا ما كاين لا طرد لا والو غير سيروا، حنا اصلا دابا غادي نحبسوا القرايه لا كلشي. القرايه اصلا ديجا عطاونا عطله دابا ما كنقراو ما والو، حتى وكان يعرفوا هما شنو غادي يوقع تد الامور وغادي يخرج واحد القرار رسمي من الوزاره الاوكرانيه وزاره التعليم العالي في اوكرانيا. غادي يكون القرار تقريبا نهار 13 ل 14 في هذا الشهر مارس شهر 3 ان شاء الله. و واش كتوقعوا نتوما مثلا في هذا القرار؟ بالنسبه لي انا كنتمنى ترجع الامور طبيعيه. سي فري كو الرجوع ديال الامور طبيعيه الى سالت الحرب ما بقاش داك الحرب. هادشي واخا كاع نبغيو نرجعوا زعما نقراو داكشي راه صعيب نرجعوا نقراو في الجامعات، لان هذيك البلاد تقريبا راه ولات خراب. جامعه الطب في خاركوف كيقراو فيها صحاباتي راه دمرات، راه ما تبقات فيها حتى شي حاجه يعني راه اكزاكتومون يعني صعيب نرجعوا نقراو. سكينه نرجعوا نقراو. دابا انت في السنه الرابعه وباقا ما كملتيهاش وباقا كتسناك السنه الخامسه، كيفاش كتصوري انت دابا هاد المستقبل اللي انت كنتي كتبني فيه من هادي سنين وانت كتاسسي وكتصاوبي وكتقادي، يعني واش كاين حتى شي امكانيه اخرى باش تحولي ديك القرايه لهنا للمغرب؟ هو في الحقيقه كيف ما قلتي ماشي سهله، صعيبه بزاف، لا من ناحيه الماديات لا من ناحيه المعنويات لا من ناحيه المجهود الجهد اللي عطينا وقرينا وتمحنا. لان فريمون بالنسبه للناس اللي كيقولوا تما ما كاين لا قرايه لا والو كتشريو الدبلومات، كنبغي نوضح هذا الامر وكنقول بلي تما كاين القرايه ديال بصح و اوني كومبيتون الحمد لله، قرينا عن جدار واستحقاق وكندوزو امتحاناتنا مزيرين بزاف. كندوزو الكروك، الناس اللي ما عارفينش الكروك كيكون في التخوازيام والسنه الاخرى ديالتنا. هاد الكروك هاد الامتحان كيكونوا حاضرين فيه البوليس كيكونوا لي كاميرا كيكونوا، امتحان صعيب فيه 150 سؤال سكانير يعني واحد الامتحان فريمون ما يمكنش يعني تنجح فيه الا ما كنتيش قاري، يعني ما يمكنش ضروري خاصك تكون فريمون طبيب باش تنجح في داك الامتحان. لكن علاش ملي كيجي مثلا شي مواطن مغربي من الطلبه كيجي مع الدبلوم ديالو ناجح واخد دبلوم على انه صيدلي او لا طبيب اسنان خاصو ضروري يقرا هنا في المغرب؟ علاش انا نقول لك ليكيفالونس كتعني يعني السنين باش يعادلوا ما بين السنين اللي قرينا في اوكرانيا مع السنين ديال المغرب، يعني هذه دابا تكميليه يعني مثلا انا مثلا صيدله، انا كنقرات نورمالمون صيدله في اوكرانيا وفي روسيا 5 سنين، ولكن على ما اظن في المغرب راه 6 سنين يعني خاصني نزيد عام. كذلك بالنسبه لاطباء الاسنان، كذلك بالنسبه للطب البشري. تما الاسنان اخويا فتح شحال في المغرب هنا ديال القرايه؟ شحال هادي شحال هادي كان 5 سنين وكانوا في التعديل كان زادوا عام ولا 6 سنين؟ 6 سنين. 6 سنين في روسيا واوكرانيا 5 سنين. 5 سنوات. دابا انت عندك هذه الاشكاليه، انت كتعيشها دابا حاليا. المشكل اللي عندنا حنا ماشي انك تدوز المعادله ولا ما تدوزهاش، المشكل ديالنا هو المده ديال الانتظار ديالك باش تجيك النوبه ديال المعادله. اشرح لينا، اشرح للساده المشاهدين والناس اللي كيبغيو يعرفوا مسؤولين بحالي. دابا حنا في كنسالوا الدبلوم ديالنا كنجيو للمغرب كندفعوا الوثائق ديالنا للوزاره ترجمة ندفعوهم كيعطونا واحد ترجمة ديال جميع الاوراق ديال اي لغة انت من اوكرانيا ولا خاصك الوثائق بعدا باش تجيبهم راه كيخرجوك من عين الابره تما تاخذ حيت انا دابا مثلا تزبق لك ورقة وحدة تنساها كيرجعوا لك الدوسي يقول لك جيب ديك الورقة سير ومني هذا هو المشكل رجع ولا عندك شي زهر لقيت شي واحد تما صاحبك اللي قديم معاك ديك الغرض
الوزارة كتجيب كل شهادات النجاح ديال كل سنة. دابا هادو المشكلة اللي طايحين فيه الطلبة اللي جاو من أوكرانيا. دابا راه ما عندهم حتى ورقة. هادو اللي جاو دابا اللي جاو نازحين وهاربين من الحرب راه ما عندهم حتى ورقة. دخلوا الله كريم. راه الباسبور ديالهم اللي عندهم. حتى أنت يا سكينة دخلتي من دخلتي حتى أنا ما عنديش الباك ديالي، ما عندي حتى شي ورقة. ما امتحان دوزت ديال العام اللي فات ديال كروك ما جبت لي حتى شي ورقة. ما عندي والو. عندي يعني انت دابا بحال كنتي غير جالسه تما وصافي. فوالا بحال ما عندي حتى ورقه كتثبت انني كاتريام اني فارماسي. سوف كو عندي شهاده مدرسيه فاش غتنفعني. يعني الا بغيت هو شوف مؤخرا قالوا بلي كاين واحد لانتيغراسيون غادي تكون ان شاء الله. هادشي اللي كيقولوا غتكون ان شاء الله ديال الطلبه اللي جايين من اوكرانيا يدخلوهم الجامعات هنا في المغرب. داروا واحد لو سيت فوالا دايرين دي فورمولير اللي عمرناه باش يديروا احصاءات شحال واحد كيقرا صيدله شحال واحد كيقرا احصاونا ومن بعد غيديروا هما قرار شنو ممكن يديروا معنا الحل. نتمنوا على ان فعلا الوزاره تنتبه لهذا المشكل هذا ويحاولوا يوضعوا شي آليات أو لا شيء إمكانيات لهاد الدراري هادو مساكن الدريات والطلبة اللي حاصلين في أوكرانيا وجو هاربين للمغرب. شوف ما عندناش شي طير آخر ولا عندنا شي كلمة أخرى غنقولها ما عدا أنهم هاربين من الحرب، هاربين من الويلات ديال الحرب. نتمنوا على أن فعلا حكومتنا توقف هاد المسألة هادي وما يضيعوش هاد الناس هادو منهم أنت منهم واحد العدد راه عدد كبير اللي كنشوفوا دابا في الإعلام راجعين للمغرب كما قلتوا نتوما راجعين بلا ورقه بلانس. خويا فتح شحال دابا نتا هنا في المغرب؟ ومن شهر 8 ديال 2020. لا باش كملتي الدراسه تما ودخلتي لهنا؟ ما كملت مع خديت الديب الوراقي ديالي جيت فحالاتي. عاود كرر لينا التاريخ. تقريبا شهر 8 2020. 2020 دفعت عامين دابا نتا هنا وانت خاصك غير عام باش تكمل القرايه ديالك. ست شهور لحد ساعة وباقي ما يلا غنبدا في 22 في شهر 3. شنو هو المشكل؟ هو المشكل هو ان بالنسبة لنا صحاب الدونتير كاينين دو فالكوتي اللي كاينين في المغرب كامل، كاينة كازا والرباط. فهمتي؟ يعني شحال من طالب كيجي راه ماشي كيجي من روسيا ولا من اوكرانيا. كلهم كيدوزوا نفس كلهم لا خلي على المغاربة، الناس اللي كيدوزوا المعادلة هذه غير المعادلة. المعادلة كيجي العدد بزاف. مثلا حنا مثلا في كازا راه غتلقى تقريبا واحد 200 واحد باش لا راه غتفرقوا مع لي سونتر دونتير. شحال ما كاين سونتر دونتير في كازا؟ اشرح لينا هاد 6 شهور شنو كدوزوا فيها بالضبط؟ 6 شهور كتكون فيها كتقرا بعض المواد التكميليه اللي كيكونوا عندك في لافاك وكدوز ستاج لي ستاج في سونتر دونتير عاد الامتحان وداك اكزام كدوزو في الاخر كدوز داك لي تيم اللي كيعطوك هما كدوز عليهم واحد الاكزام. انت قربتي ولا كملتي؟ يعني يلا غنبدا يلا غنبدا ديك سيمو عامين وانت عندنا هنا في المغرب. لا باش نبدا سيم باش يلا غتسنى راك طبيب. راه المشكل دابا راه كتلقى كنتسناو حنا دابا مثلا انايا بروموسيون ديال 2021 غيتسناونا ديال 2020 اللي يلا غيبداو تسلم تيسالي ويدوزوا ليكزام ديالهم وياخذوا اوراقهم. الرساله حتى هي للجهات المختصه في المغرب على انهم يوفروا على الاقل بعد بعض الاليات باش هاد الناس عامين وانت عندك اسره عندك مصاريف عندك متابعات عندك بزاف د الحوايج راه ماشي سهله على انك تقاس مربع يدك. الحل اللي كاين هو ان خاص يكون كليه ديال الطب ولا ديال اي كليه ديال اي تخصص في كل اقليم على الاقل. مثلا سوس ما الصدرعة يكون فيه جامعة وفي تخصصات عدة ماشي ندوها لحنا الميزتين مش ميقاش اقتصاد على الرباط داخل العيون كذلك الجهة الشرقية الجهة الشمالية. فهمتي؟ ديك الساعة ما غاديش يبقى اقتصاد يعني كل واحد غادي يمشي يدير ليكيفالونس في الجهة ديالو. دابا انت مشروع طبيب ان شاء الله مشروع طبيب انت ان شاء الله يعني نتمنى يعني لا دابا لولا هاد القضية ديال المعادلة أو لا تكميل في المغرب راك دكتور راك طبيب ماشي دكتور غادي يكون حل الكابيني ديالك الدبلوم ديالك ولكن خصك ضروري دوز هذا الستاج. بالنسبه ليا في اوكرانيا راني نقدر نمارس مارساتها تما ولكن دابا صافي خربوها عندك ما تمارس ان شاء الله يرجعوا كيف ما كانوا هادشي اللي بغينا باش الله الحرب تحيد. لاله سكينه قلتي خليتي الاصدقاء ديالك خليتي مشاكل وراك خليتي حويجاتك خليتي امورك اللي كتهمك كتفكرك بذكريات الدراسه كتفكرك بزاف الحوايج خليتي واحد الذكرى دوزتيها ما بين روسيا واوكرانيا هادي ما نناقشوش عليها غتبقى دائما كتواكبك ليلة نهار انت كتفكري فيها بالاخص ان عندك
وليد الله يخلي لكم والله يصلحه، تزات هو تما وعشتي ما خاض وعشتي بزاف الحوايج. لالا سكينة، النداء ديالك الجميع متداخلين الاطراف في هذه الحرب اللي كاينه دابا، شنو تقدر تقولي لي؟ انا كنتمنى من اعماق قلبي ان تهد الامور وترجع الامور كيف ما كانت. راه حتى شي واحد ما كيبغي الحرب، با فورسيمون نكون انا كنت في ديك البلاد، والله الا يعني واخا تكون شي بلاد غريبه عليا وما فيها حتى شي حد كنعرفو، غادي يبقى فيا الحال، غادي نشوف والله كاين شي تصاور كتألم يعني الانسان ما يمكنش. والله انا شحال مره كنشوف شي تصاور كنبقى نبكي، كتشوف مدارس روض ديال الدراري الصغار ضاربينو مخرب، اللعاب ديال الدراري الصغار، دراري صغار مضروبين، عيالات حوامل داروا هذا سبيطار ديال الولاده تحت الارض. شفت انا هذا المنظر هذا، شفت مرة كتولد تحت الارض بكيت فريمون ما استحملتش. اكيد في نفس المدينه فين كنت، يعني فاش شفت انا داك الديكور يعني ولو ما تكونش اوكرانيا، ولو ما تكونش شي بلاد اللي انا كنت فيها، ولا راه غيبقى فيا الحال. وحتى واحد ما كيبغي الحرب، وكنتمنوا السلام وكنتمنى الامور ترجع كيف ما كانت، وكنبغي نقول الحمد لله وشكر لله على بلادنا. فريمون كنحسوا بالامن والسلام والحمد لله، ما كرهناش نبقاو في بلادنا وصافي هذا هو الحمد لله. خويا فتاح، جبتي وليداتك تفكات عندك القضيه، هذا هو الهم الشاغل اللي كان شاغلك انت من بعد خروج القرار ومن بعد ما نشبت الحرب وبانت المعالم ديال الخطوره وديال القتل وديال الدمار بانت في اوكرانيا. انت كمغربي وفزتي بهذا اللي نعم عليك بها الله انك جبتي وليداتك حداك، شنو تبغي تقول دوك الناس ودوك الذكريات ديالك انت اللي دوزتي ما بين روسيا واوكرانيا؟ دابا بالنسبه لي انا راه عندي اصدقاء تمايا كانوا اوكرانيين. وليك بغيت نسول عليهم واش باقي شي تواصل؟ ما كان بما خصوصا فين طرا هذا المشكل هذا، وليت كنصيفط لهم ميساجات ونقول لهم خاصكم شي حاجه. بيان سور اصحابك في الاخر اوكرانيين مغاربه؟ لا اوكرانيين اللي كنسول عليهم دابا حيت اوكرانيين. انا بالنسبه ليا كانت عندي حتى الناس اللي مسؤولين في الجامعه كانوا صحابي، يعني كانت عندي صداقه معاهم، كنا كنمشيو نلعبوا كره، نمشيو نديروا كيسموها الشاش ليك الشوا، نخرجوا للغابه نديروا الشوا، نعرض عليهم في مناسبات الدينيه ديالنا حنا بحال العيد بحال هكا، وياكلوا ماكلات مغربيه. يعني حتى فين كنت كنبغي شي حاجه في الجامعه اللي غتطلب وقت كانوا كيتعاملوا كيتعاملوا معايا بحال خوهم. لا ماشي على الشوا، لا كاين هما كيشوفوا التعامل، هما كيقول راه كاينين مثلا كراتني بلاتي سكينه فكرتني الشباكيه، ذوقتيهم الشباكيه مغربيه. وي سير كلاو عجباتك اكل مغربي؟ شوفي حتى من الحال حتى والله يرفع عليهم هذا. شوف حنا كنا كنقول الله يرفع الوباء البلاء، الله يرفع عليهم. لا على حسب التعامل، انا بالنسبه لي كنت مثلا كنكري دار مثلا ناقصه. على ذكر نكري دار، انتم ملي كتكريو تما ويعني السومه الكرائيه تما طالعه بزاف. لا بالنسبه لروسيا رخص، اوكرانيا رخص، روسيا غاليه، المعيشه اللي في روسيا رخص، اوكرانيا زايده شويه. اوكرانيا زايده. اما بالكران يعني نقدر نقول لك ان مثلا كنت كاري زعما الى كاري مقارنه مع المغرب نفس تقريبا نفس الشيء، نفس الكرا ديال المغرب بحال ولكن بالماء والضوء والغاز. الماء والضوء والغاز كيكون حتى هو داخل مثلا 2000 $200 $200 مثلا كنقدر نقول لك ان $200 تقدر تخلص بها الكرا والماء والضوء والغاز. هو الغاز $200 بحال تقدر نقول 200 فرانك، فهمتي؟ هي كتبقى بليس او موا على حسب بحال وكتقول لي بحال لا بليس او موا على حسب غادي تكري راه مثلا الفراس ديالهم هما ماشي بحال ديال هنا. على بليس او موا على حسب الشتا ولا في الصيف. نعم حيت في الصيف كيكون رخص، كيطلع لك رخص. في الشتا كتزل الغاز كيتزاد عليك حيت كتسخن الدار، فهمتي؟ كتزاك غاليه شويه، فهمتي؟ ولكن بالنسبه للكرا كيجيني انا بعدا في اوكرانيا مثلا ديالك دابا كيتواصلوا معاك. انا كنسول عليهم دابا كيقولوا مساكنهم راه غيبقاو فيك بيان سور، راه كيبقى فيهم الحال. هما نخلي هذا السؤال هذا حيت انت ماشي هي اللي يلاه عاد جات
ماشي زعما حيدناك من الحساب لا ماشي تخاصموا لي في الاخر لا خليها هي غتقول لنا حتى هي الله جات قريبه. بالنسبه لي انا عندي صديقات ديالي اوكرانيات بزاف يعني والعائلات فيكم حتى بطبيعه الحال وصديقات ديالي الصراحه خايفين بزاف والاغلبيتهم كاينين في لوهانسك بطبيعه الحال وحده منهم اللي زعما صاحبتي بزاف هي اوكرانيه ومسلمه و مسلمه فكرتيني كاينين مسلمات ومسلمين بزاف تما وكيكونوا متشددين في الاسلام اكثر منا يعني حنايا في المغرب يعني حنا شويه متفتحين هما ملتزمين في فوالا ملتزمين اكثر منا حنايا حنا متفتحين يعني ماشي فوالا هذا هو الفرق بيناتنا. المهم هاد صاحبتي بزاف سميتها مارينا بنتها عندها 18 لا عندها ديجا 19 كتقرا الميديسين في خاركوف وصاحبتي انا كاينه في لوهانسك المدينه اللي ديجا ولات روسيه خاركوف هي فيها المشاكل وخاركوف دابا فيها المشاكل بزاف وكل شيء كيهرب من خاركوف صوف كو بنتها لاقيه مشكل ما لقاتش لا كيفاش تخرج لا كيفاش ترجع لدارهم لا كيفاش دير حتى حاجه وديغنيغمون طلبات مني مساعده ماديه قالت لي راه بنتي غتحاول تخرج لوروب قالت لي راه حنا بغينا نصيفطوا ليها الفلوس هما عندهم الفلوس عندهم امكانيات عندهم كل شيء هما ما قادرينش يخرجوا من لوهانسك وفي نفس الوقت ما قادرينش يخرجوا الفلوس فهاد الدريه مسكينه كنقول انا شنو المصير ديالها مسكينه ما تقدر تصيفط لها شي حد وي ما تقدر تصيفط لها شي حد واحد هما مكتوبين على روسيا فوالا وطلبات مني مساعده ويعني بقات فيها يعني كتشوف ان بنتها ما لاقيه ما دير ليها هالفلوس كاينه ها كلشي كاين ما عندي ما ندير ليك ها اوروبا ها كلشي ولكن اي اونكور هذا هو المشكل يعني راه مساكن كيعيشوا واحد الظروف كاتاستروفيك وكنتمنى الله يفرج عليهم هذا الشيء. انتم دابا بحكم انكم عشتوا في اوكرانيا وهاد الحدود اللي كنسمعوا دابا من بين بولونيا واوكرانيا والمغاربه كيدوزوا من تما وكيهربوا من تما وكذا انا سمعت واحد السيد قال لك ودي راه كيشدوهم كيتكرفصوا عليهم الاوكرانيين هذوك كيبغوا يدخلوا قال لك كيضربوهم الحدود في الحدود ولكن البولونيين قال لك كيستقطبوهم بواحد الطريقه لدرجه ان كاينين بعض الناس اللي صيفطوا واحد الرسائل ديال الشكر للسلطات البولونيه على حسن الاستقبال وعلى حسن المعامله مع المغاربه بالعكس الجهه الاخرى حيت ما بغاوهمش يخرجوا بغاو يخليهم بحال الدروع البشريه يبقاو تما زعما كيفاش كتبان لكم تما المسائل؟ واش غنقول لك هي بالنسبه للمغاربه كتبقى هذيك غير عنصريه كاينه عنصريه وي سو كاينه عنصريه فين ما مشيتي في اوروب كاينه عنصريه ولكن ماشي السلطات حتى في الناس حتى في احنا مثلا في الصف ديال البنكه مثلا تما مثلا ماشي حنايا تما انا بالوراق تما راه كتجي كتقول لهم شكون الاخر يقول لك انا كتجي وراك بعض المرات كيكون عندك نتايا واحد الغرض ولا نوبتك وكيقول لك علاش غتدخل نتايا ولا كيتعامل معك بواحد الطريقه عنصريه يقول لهم سير بلادك ودخل هادي فين سمعناها حنايا فهمتي انا ما في السبيطار كنت كنولد قالوا لي سيري لبلادك بحال هكا كاين شي وحدين عنصريين بزاف ما حلتي المخا كنتمناو تحيد من عندهم ولكن لا كنتمناو ما نحقدوش كل انسانيه كنتمناو الله يرفع عليهم هاد الحرب هادي بيان سيغ ما غاديش نديرو فيهم الراس كاينين المزيانين وكاينين الخايبين فين ما مشيتي لا زروطو مثلا كان وقع عليها هي كانت في قبل الولاده كانت كدوز لي كونترول وقع عليها مشكل مع وحده حتى هي غتولد تعاملت معها بواحد العنصريه اوكرانيا ولكن اللي غيجيب لها حقها هو اللي الشاف ديال لي ميتسا اوكرانيا قال لها ما تولديش انت كاع هنايا جرى عليها يعني كاين حجر وطوب بحال عندنا حتى حنا شوف حنا مسلمين وعرب بيناتنا ومغاربه بيناتنا وكتلقى هذاك اللهم الا من رحم ربي هو اللي كيقوم باسميتو كانوا كيجوا عندنا صحابنا اوكرانيين اللي ماشي مسلمين مسيحيين وكانوا كيفرحوا واذا كانت شي حاجه ويتعاونوا معاك الا عندك شي حاجه ويوروك الطرقان اللي ما تعرفهمش انت لي اترونجي كيعاونوك بزاف فهمتي كيقول لك هامني غدوز هامني غدوز فهمتي باش تسهل عليك القضيه وكاين واحد اخرين اللي كيكونوا عنصريين حتى من الطاكسي كاين الطاكسي اللي يديك حتى للمغازين يقول لك انا نتسناك حتى هما عندهم بحالنا عندهم دوك الشاويه وعندهم زاب وعندهم لا ماشي بقات سميتو هي بقات في التربيه على شنو مربين كاين الناس اللي منفتح على الثقافات الاخرى ما داك ما تلقاش معاه مشكل وكاين واحد اللي باقي عايش في ايام ديال الاتحاد السوفيتي ايام قدام كتلقى شويه متزمط وديكتاتوري وباغا يتضارب معاك باغا يتناتش معاك وانت الحمد لله على سلامة سكينه والوليد ديالك خرجوا من عنق الزجاجه لو انهم
ما بطرتيش وما جريتيش وما أصريتيش وكانت عندك الإرادة ديال أنك تقلب اليوم على البي اللي كنقولوا حنا التذكيرة ديال العودة، تذكيرة النجاة، تذكيرة الخروج من ولاية الحرب. نجحتي ونجحت معك الزوجة ديالك وخرجت بسلام، الوليد ديالك الله يصلحه، الله يجعل سيدي ربي يخرج له فيكم واحد التمرة اللي تعودكم على هذا العذاب وهادشي اللي شفتوه. كنشكروا الكوبل ديالنا فتاح وسكينة على ساعة الصدر وعلى قبول الدعوة وعلى أنكم تكلمتوا معنا بكل عفوية بكل صدق، حكيتوا لينا على أوكرانيا وعلى روسيا وعلى هاد الحرب اللي هي حاليا هي الشغل الشاغل ديال العالم بأسره، بالرغم من أن هناك حروب أخرى، كاين اليمن، كاين سوريا، كاين فلسطين، كاين قيامك حلا، رغم ذلك هذه خدات الحيز الكبير. نتمنى صادقين على أن الحرب ما تكونش سفك الدماء البشرية. نتمنى كذلك أن السادة المشاهدين يكونوا تمتعوا معنا في هذا الحوار. ما بقى لنا إلا نقولوا كنتم مع مغارب نيوز عبر المباشر ومع فتاح وسكينة العائدة من أوكرانيا بقليل من الحد قبل بداية الحرب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.